أبسط هدية نقدم لهم إياه هو التأهل إلى نهايات كأس العالم. كرة القدم ماكو شيء اسمه سهل وماكو شيء اسمه مستحيل. قد ما تعمل وبشكل يعني سليم وضمن رؤية واضحة واستراتيجية واضحة، بالتأكيد يعني الله سبحانه وتعالى أنه يحالفك في أن يكون النجاح حليفك. لذلك احنا وضعنا استراتيجية واضحة المعالم بالنسبة إلى أعداد منتخباتنا الوطنية، ليس المنتخب الوطني الأول فقط وإنما حتى بقية منتخباتنا الوطنية. ولذلك تعاقدنا ويا مدرب حتى كأس العالم، هذا دليل واضح على أن هناك استقرار اختيار دقيق واستقرار فني إداري وفني من أجل الوصول لتحقيق هذا الهدف. اثنين، لله الحمد أنه احنا ماكو شيء، هناك تعاون كبير وعلاقة طيبة ما بيننا وبين الكادر التدريبي، ودراسة كل الاحتياجات اللي يجب أن تتوفر إلى منتخب الوطني سواء على مستوى المنتخب الوطني الأول والمنتخبات الأخرى، وتوفير كل المستلزمات وعلى أعلى مستوى. يمكن اللي يصير الآن بالعراق ما يحدث حتى في الكثير من دول الجوار. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرصنا على توفير كل المستلزمات لأجل تحقيق أهدافنا، وهي الوصول ليس إلى كأس العالم بل وصول العراق إلى المركز تحت 30 خلال السنين القليلة القادمة، وأن يكون العراق ضمن الأربعة الكبار على مستوى يعني على مستوى آسيا. أيضا لا ننسى أن هناك دعم ورعاية واهتمام و تواصل مباشر بيني وبين دولة الرئيس حول هذا الموضوع. كل الجهات الساندة إن في عملنا للأمانة ماكو واحد يعني ما فد يوم أنه اتصلنا بأي شخصية في الدولة أو خارج الدولة لدعم المنتخب أو لتوفير شيء لمنتخباتنا الوطنية وقصر تجاهنا، بل العكس كل من يتسابق لتقديم العون لأجل أن يظهر منتخبنا في أفضل صورة أو منتخباتنا الوطنية. لكن أنا ما أريد يعني هذا التفاؤل إنه أيضا مشوب بالحذر أيضا. لأن مثل ما إحنا نشتغل الدول الأخرى دا تشتغل، مثل ما إحنا دا نتطور الدول الأخرى دا تتطور، والدول سابقتنا بشاب ولا تحتية على مستوى القواعد اللاعبين من سنين، وأيضا أنه يعني لكن رغم هاي ما نزال إحنا العراق ما حصل في كأس آسيا من يعني فيها إيجابيات وأيضا فيها سلبيات، يعني يمكن ما كنا نتمنى أنه نخرج في هذا الدور، لكن نقول قدر الله وما شاء فعل. ولكن أيضا بالإضافة إلى الأخطاء اللي حصلت في الجانب التحكيمي هناك أخطاء حدثت أدنى أيضا احنا مشخصيها ووضعنا الحلول حتى ما نوقع بها مستقبلا، على إن كان على مستوى على الصعيد الفني إن كان على مستوى على الصعيد الإداري. لذلك مراجعة النفس ضرورية. علمني التدريب من كنت مدرب، علمني أنه أنا كنت أحاسب نفسي قبل ما يحاسبني الآخرين. بعد كل مباراة أرجع أنا أبدأ بتقييم نفسي حتى من خلال مشاهدتي للمباريات لوحدي، وأنه حتى أشوف أنه أنا إيش صرفت بالملعب وإيش أخطأت وإيش صبيت وإيش سويت.